الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من سفر أعمال الرسل في الإصحاح الرابع في عدد 32. كان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت عليهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابة، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. بيشترك معنا في العشية خورس كنيسة القديس ماري بولس الرسول بالعمرانية، وخورس كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية الغربية، تحت رعاية نيافة أنبس أودوسيوس أسقف وسط الجيزة وتوابعها. ويانا عدد من الضيوف من أمريكا، من جمعية اسمها هوب أسوسيشن، شباب القديس تيميساوس والقديس أثاناسيوس الرسولي من واشنطن دي سي، وبعض الضيوف من فرنسا والسويد. أهلا بيكم. والنهاردة بنحتفل بتذكار عودة رفات القديس ماري مرقس في حبرية القديس البابا كيرلس السادس عام 1968، من 47 سنة. عادت الرفات من فينيسيا في إيطاليا، وكان في نفس الشهر ده افتتاح هذه الكاتدرائية من 47 سنة. وإذا أراد الله وعشنا زي ما أنتم شايفين كده في عمليات للتجديد وللأيقونات وللاحتياجات الكاتدرائية، بحيث تكون في صورة جميلة، وإحنا بنحتفل بالعيد 50 في عام 2018 لإنشاء وافتتاح هذه الكاتدرائية كرمز للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وانت طيب. كلمتكم في الأسابيع الماضية عن بعض الأسماء من الكتاب المقدس، الأسماء التي ذكرها قليل، وذكرها القليل في الكتاب لا يعني أن دورها ضعيف، ودورها الضعيف ليس بمجرد أن هذا الاسم يذكر قليلا في الكتاب أو مساحة ظهوره في الكتاب هي مساحة محدودة، ولكن الفعل أو الأثر اللي يتركه صاحب الاسم بيبقى أثر كبير. ذكرنا فيما سبق عن يوناثان صديق داود وابن شاول، وكيف أن المشهد الذي ظهر فيه مشهد محدود، ولكن تأثيره كان تأثيرا عظيما. وأيضا الأسبوع الماضي تكلمنا عن مردخاي اللي كان سبب في أن أستير الطفلة أو الفتاة اليتيمة تصير ملكة ويصير اسمها لامعا، وفعلها أيضا مؤثرا في التاريخ، والسبب مردخاي. داود أو يوناثان ومردخاي نماذج في العهد القديم،
حبيت أخد وياكم بعض النماذج في العهد الجديد، عايز أتأمل وياكم في هذه الليلة عن القديس برنابا الرسول. والجزء اللي قريته يكاد يكون هو الجزء اللي ذكر فيه برنابا وشخصيته. برنابا واحد من 70 تلميذ رسول اللي اختارهم السيد المسيح، وله اسم آخر بيتسمى يوسف. هو قبرصي الجنس، يعني مولود في قبرص، وقبرص دي كانت في وقت من الأوقات في التاريخ فيها خدمات في الكنيسة القبطية، وكانت فيها أسقفيات، وحاليا طبعا لنا كنائس وفي آباء بيخدموا هناك. هو يهودي الأصل من سبط لاوي، لكن كلمة برنابة لها معنيين. حسب الكتاب هنا يقول برنابا ابن الوعظ، وكلمة الوعظ يعني ابن الكلمة التي تعزي. فأحد أهداف الوعظ أننا نستمع إلى كلمة الله التي تعزي، وكلمة تعزي يعني تريح القلب. وكمان اسمه بيتفسر أو بيترجم بيتقال عليه ابن النبوة، والنبوة هنا المقصود بيها جانب من الجوانب الهامة، جانب التشجيع زي ما هكلمكم عليه بعد شوية. برنابا كان رفيق لبولس الرسول، وبولس بيتعلم فيما يمكن أن نسميه جامعة ترسوس. من الأماكن التعليمية المشهورة في الزمن الأول للميلاد كانت ترسوس، ترسوس في آسيا الصغرى. وكانت جامعة ترسوس مشهورة بمعلميها وبالفلسفة اللي بتقدمها، وبولس الرسول تعلم فيها. ممكن أن نتخيل أن اللي كان قاعد جنبه واحد اسمه برنابا كزميل دراسة، ولكن الله له خطة حتى في زمالة الدراسة. هذه الزمالة الله يدبرها زي ما ذكرت قدامكم قبل كده، هو ضابط الكل. فالله دبر ان برنابا يبقى رفيق لبولس. برنابا يختار فيما بعد رسول من 70 رسولا. شاول اللي هو صار فيما بعد بولس الرسول يصير إنسان يضطهد الكنيسة بإفراط ويفتري على الكنيسة. شوفوا الاثنين كانوا زمايل ويا بعض، ولكن ربنا له تدبير وله حكمة تبان بعد شوية. برنابا الرسول تميز بأنه بطل في إنكار الذات، ويمكن أن تتخيلوا معي أن كل التلاميذ والرسل في ناحية، وبولس الرسول الذي كان يضطهد الكنيسة في ناحية، واللي وصل ما بينهم هو برنابا الرسول. زي ما بقول لكم الله له ترتيب وله تدبير. وعلشان كده ليست السعادة الحقيقية فيما نقتنيه، سواء من أمور مادية أو مناصب أو مكانة معينة أو حتى المعنويات. السعادة الحقيقية للإنسان هي أن يمنح ذاته لآخرين. هكذا صنع معنا السيد المسيح، وده مفهوم الخدمة اللي عاش بيه القديس برنابا، واللي مفترض أنه في كل خادم وكل خادمة. كيف يخرج الإنسان من دائرة نفسه؟ العالم بيعلم الأنانية، بيخلي الذات،
الإنجيل بيعلم الإنسان إزاي يخرج من ذاته للآخرين، وفي فرق كبير قوي بين المعنيين دول. علشان كده برنابا الرسول بنعتبره نموذج رفيع المستوى في عدة فضائل، برغم ان اللي اتذكر عنه سطور قليلة في سفر الأعمال. وطبعا النهاردة عودة رفات القديس ماري مرقس، بالصدفة طبعا برنابا الرسول هو خال القديس ماري مرقس. في رسالة كولوسي يقول في إصحاح 4 عدد 11 عدد 10 متأسف: يسلم عليكم أرستورخوس المأسور معي، ومرقس ابن أخت برنابة الذي أخذتم لأجله وصايا. فهو خاله. أول حاجة بنشوفها في برنابا أنه كان نموذج رفيع في المحبة نحو الآخرين، كان نموذج عمليا. في الجزء اللي قريته شاف ان الناس اللي عندهم اي امكانيات كانوا يبيعوها حقول او بيوت. كان عنده حقل، راح باعه وجاه بتمنه حطه عند اقدام الرسل. وزي ما بيقرر سفر الاعمال كان كل شيء مشتركا بينهم، كل حاجة مشتركة. وده يمثل حياة الشركة في صورتها النقية. لما تقرأ الكلام اللي أنا قريته ده في إصحاح 4، لما تقرأ إصحاح 5 تقرأ قصة عكسية، وهي قصة حنانيا وسفيرة اللي كان عندهم وراحوا باعوا لكن احتجزوا بجزء وكسروا الوصية. ومعظمكم يعرف قصة حنانيا وسفيرة. كان نموذج برنابا الرسول نموذج رفيع، أنه يحب الآخرين، زي ما بقول لكم الخروج من الذات. فكانت هذه المحبة تتجلى في أنه سمع الوصية طبقها، عنده حقل واحد طبقه وباعه وراح يقدمه عند أرجل الرسل. طب هتعمل إيه في المستقبل؟ قال المستقبل ده بتاع ربنا وهو اللي بيدبره. وده نموذج حي ورفيع للعطاء. وده اللي بنوصفه باستمرار ان ده انجيل الخلاص وانجيل المحبة. يعني الكتاب المقدس كله اللي اتكتب عبر قرون من الزمن وشهد أحداث قبل المسيح وفي زمن السيد المسيح وما بعده، الكتاب المقدس كله بنختصره وممكن نسميه إنجيل المحبة، المحبة الأخوية. فكل في الكتاب المقدس يدفع الإنسان لكي ما يخرج من ذاته ويحب الآخر. ومش بعيد لما نفتكر السيد المسيح هو بيعلمنا من هو القريب. أحيانا الواحد يفتكر أن القريب هو دائرة روابط الجسد أو روابط الدم، ولكن القريب هو كل إنسان في البشرية. كل إنسان خلق الله هو قريب لي. والكتاب بيعلمني، بيعلم كل واحد المحبة الأخوية. عشان كده لو كسرت المحبة الأخوية هي خطية تجعل الله ينظر إليك ويشفق عليك. أنت بتكسر الوصية، أنت تجرح قلب الله. طيب تعالوا نسأل برنابا. برنابا اللي انت رحت وبعته وجبت ثمن وحطيته عند أقدام الرسل، ده يعني قانون؟ قانون إلزام؟ قال لا، ده دي عواطف القلب المحب أو مشاعر القلب المحب. فالوصية ليست فيها
إلزامية القانون بقدر ما فيها مشاعر الحب اللي بيقدمها الإنسان. أحيانا يقولوا كلمة لطيفة كده، يقولك عن طيب خاطر، بيعمل حاجة دي عن طيب خاطر، دي درجة من درجات الحب. كان نموذج رفيع في محبة الآخرين. الأمر الثاني، إن برنابا الرسول كان أيضا نموذجا رفيعا في تشجيع الآخرين. ثقافة التشجيع دي أحد الحاجات اللي بنحتاجها في حياتنا كل يوم، وهو احتياج إنساني. يعني أي إنسان ربنا خلقه يحتاج دائما إلى التشجيع، وده اللي بنلمسه مثلا في الرسائل. لما بنقرأ سفر الرؤيا نجد كل رسالة مرسلة إلى ملاك كنيسة يشجع أولا ثم يذكر الضعف. كان له العلاقة السابقة مع شاول الترسوسي، زميل دراسة زي ما قلت لكم، دراسة واحدة. وشاول خد خط تاني هدد فيه المسيحية والكنيسة المسيحية، وكان يسبب رعبا وخوفا في أوساط المسيحيين. وعقب رجم استفانوس، نقرأ الأحداث دي في سفر الأعمال، تشتت المسيحيين في كل حتة، فراح منهم جزء كبير لدمشق. شاول الترسوسي جمع أسماءهم وراح وراهم علشان يكمل اضطهادهم. عنف شاول، ايه اللي حصل لك؟ قال في طريق دمشق ظهر لي المسيح وتحولت وصرت بولس الرسول. مين بقى اللي هيقدمك للرسل؟ مين اللي هيصدق انك فعلا امنت؟ مين هيقبل؟ كان اسم شاول يرعب، اسمه بس. لكن كان برنابا الرسول بمثابة قارب نجاة لشاول الذي صار بعد كده بولس الرسول، وابتدى يسنده، يسند بولس ويقف جنبه ويشجعه. ده لسه بقى جديد في الإيمان، وطبعا بولس يحمل في وراءه حياته المظلمة، اللي بيسمي نفسه انه كان يضطهد كنيسة الله بإفراط. ولكن برنابا الزميل او الرفيق وقف بجواره وشجعه وعضده وساعده وقدمه للتلاميذ على انه تلميذ جديد، او زي ما بولس الرسول قال على نفسه، كأني كالسقط. السقط يعني المي، الطفل الجنين اللي بيتولد ميت. ونلاقي بالصورة دهيت المسيحية تنتشر في العالم من خلال 12 تلميذ، اولا ربنا يسوع المسيح، ثم 12 تلميذ، ثم 70 رسول، وأخيرا خالص بولس الرسول. ونجته الحق الفضل في أن بولس يدخل في جماعة التلاميذ والرسل هو برنابا. كان نموذج حلو في اللي يشجع الآخرين. نمرة ثلاثة، برنابا كان نموذج أيضا في من يقدم غيره. واحد يقدم غيره، ما في واحد عايز يحتل المشهد على طول، والشاطر اللي يقدم غيره. في وقت من الأوقات كان القديس يوحنا المعمدان، كان له تلاميذ كتير ومشهور شهرة واسعة، كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان. لكن عندما جاء السيد المسيح، يوحنا المعمدان قال دي حدودي، وقال العبارة الشهيرة بتاعته، ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص.
هو ده واحد عارف حدوده ايه، عارف دوره ايه. الكنيسة اختارت برنابا واختارت شاول او بولس بقى علشان يخدم في انطاكيا، وراح هناك جاب بولس وياه، قعدوا يخدموا ويا بعض سنة، وبعدين جمعوا شوية عطايا من اهل انطاكيا وجابوها لاهل او فقراء اورشليم، وهم في السكة خدوا وياهم ماري مرقس. لكن دايما كانت طبيعة برنابا انه يقدم غيره. طب ده انت يا برنابا اقدم في الايمان بالمسيح، لا يقدم بولس ويدفعه. طيب مرقس ده صغير، ده ابن اختك، يدفعه يشجعه. وده احد انماط الانسان الناجح في الحياة، اب بيربي في بيت او ام بتربي في البيت او خادم او اب كاهن او اب اسقف، انه ازاي اشجع حتى على مستوى الوطن، ازاي نشجع العناصر اللي هي تنبئ بمستقبل مشرق. ودي ثقافة مهمة جدا بنتعلمها من هذا القديس برنابا. ليه القديس برنابا بتعمل كده؟ قال ينبغي ان يتعظم اسم المسيح. الخدمة عمرها ما كانت صراع على شهرة أو مجد، المسيح ما قالش كده. الخدمة طول عمرها، خدمة الكنيسة من أيام أبائنا الرسل، عبارة عن انسحاق واتضاع وتقديم الآخر وتقديم الكرامة للآخر. هو دي طبيعة الكنيسة، وده اللي مخليها عايشة. بولس الرسول تزايد جدا وتعاظم جدا. فتعالوا كده وياي اسألكم، هو برنابا كتب حاجة؟ لم يكتب رسالة ولا سطر حتى. طب بولس الرسول تلميذه اللي عرف الإيمان مؤخرا، بولس الرسول كتب 14 رسالة، 14 سفر. كل ده كان أحد أسباب التشجيع فيها هو هذا القديس برنابا. بولس صار أكثر شهرة من برنابا. طب يا ترى يا برنابا بتغير من بولس الرسول زميلك اللي عرف المسيح بعدك بسنين؟ قال أبدا، ينبغي أن ذاك يزيد وإنني أنا أنقص. كان نموذج في من يقدم غيره. وده أحد الفضائل اللي الإنسان يحتاج أن يمارسها في حياته باستمرار. نقطة أخرى، القديس برنابا الرسول كان نموذج رفيع في التسامح مع الآخرين، قلب واسع. ما هو الناس نوعين، واحد قلبه متسع وفي قلب ضيق، والقلب الضيق ده يبقى الفكر ضيق ويبقى الكلام ضيق وتبقى الحياة ضيقة. والقلب المتسع يتسع فيه الفكر وتتسع فيه الحياة. فأول رحلة عملها بولس الرسول راح برنابا وياه مرقس، راحوا لغاية قبرص. قبرص دهيت بلده، بلد برنابا. وعادوا رجعوا لأنطاكيا وحضروا مجمع الرسل اللي ناقش قضية التهود، وده كان أول مجمع في تاريخ الكنيسة. وكانت رحلة محدودة كده. وبعدين جه في الرحلة التانية بولس قال ما خدش مرقس. لكده لها أسباب كتيرة. بعض الأسباب بتقول إن الرحلة دي كانت هتبقى طويلة شوية، فماري مرقس كان لسه يعني جديد في الخدمة فخاف عليه من مشقة الرحلة، أو أي أسباب أخرى. حصل نوع من وجهات النظر المتعارضة بين برنابا يقول ناخد مرقس،
وبولس ويقول ما ناخدش مرقس. الوجهات النظر ده هي ما سببتش شقاق ولا خلاف ولا مشاجرة ولا موضوع ولا خصام أبدا. الله استخدم هذا الأمر، بدل ما كان يطلع فريق خدمة واحد طلع فريقين، برنابة وماري مرقس، وبولس خد ويا سيلة. بعد ما كانت الخدمة في مكان واحد بقت الخدمة في مكانين، وبقت الكرازة أكثر اتساعا. وبعد كده ما نعرفش حاجة عن تاريخ برنابة، لكن أنا أقصد أن برنابة لم يجعل من الموضوع مشكلة، ما عملش مشكلة. في واحد لما يبقى له وجهة نظر يتشبث بيها ويصنع مشكلة، وفي واحد كده عنده حلول هادئة، حل الأمر بطريقة هادئة جدا. خلاص أنا هاخد ماري مرقس وهروح لغاية يعني خدمة كرازة، وانت يا بولس الرسول هتاخد سيلة وتروح كرازة أخرى، ومشت الأمور في سلام. في واحد يحل المشكلة بسلام، وفي واحد الصخب ما يحلش المشكلة. كان برنابة نموذج جميل في التسامح مع الآخرين، ولا يصنع أي مشكلة في هذا الأمر. نهاية حياة القديس برنابة، استشهد في قبرص بالرجم، اليهود اللي رجموه، ولغاية النهاردة في مقبرة موجودة باسم القديس برنابة اللي بيروح قبرص يزورها، وبنعيد له في الكنيسة دايما يوم 21 كياك بنذكره. وطبعا زي ما ذكرت في محور الحديث ان القديس برنابة لم يكتب اي رسالة او سفر، ولذلك بعض الكتب تقول انه كتب رسالة اسمها رسالة برنابة. حتى لو وجدت رسالة بهذا الشكل ليست من الأسفار القانونية، وربما هي كانت تفسير لبعض الأسفار الموجودة في العهد الجديد. برضو لما بنسمع عن ما يسمى بإنجيل برنابة، لا يوجد في الحقيقة شيء بهذا الاسم، وإن كان في كتاب مزيف ظهر من عدة قرون وخد الاسم ده من أجل الشهرة والتوزيع، ولكنه مليان أخطاء كبيرة، والأخطاء ده هي ضد الأديان، وأخطاء في الجغرافيا، وأخطاء في التاريخ، ولذلك هذا الكتاب ليس له أي قيمة تذكر في الحياة بصفة عامة أو في الحياة المسيحية. خلاصة الأمر أن القديس برنابة لم يذكر في الكتاب إلا في كلمات قليلة جدا، ولكن تأثيره كبير جدا من خلال بولس الرسول اللي دفعه وشجعه وقف جنبه بسبب رفقته أو زملته في الدراسة، وكان النتيجة أن بولس الرسول ينضم في جماعات الرسل والتلاميذ اللي بشروا في العالم. له خدمة كبيرة بولس الرسول، برنابة ما غرش منها. له كتابات كتيرة، برنابة ما غرش منها. له شهرة كبيرة، برنابة ما غرش منها، وكان شعاره دايما ينبغي أن هذا يزيد وإننا أنقص. النماذج ده هي نماذج بتساعدنا أن الإنسان حتى إذا لم يكن هناك ذكر لك، ولكن فعلك يتحدث عنك. وممكن التربية بالنسبة للأسرة أو في الخدمة ممكن تأتي بثمار زي برنابة كده وبولس الرسول، ثمار يبقى لها أثر كبير في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. أمين.
من آنچه مالنگاه مجیه بنش خریستوس مانی ما ایم بیار و ماری بکنینیم دکیرینی آین سودیم بکلیو سودیم مانو نایدان آکی چیف سری دیمه دوی من دیمه چی سیدک دیمه تلوی انتی اکو بینوی نا انتی مدو سالا بکت یسود من دی داوید تی سو بی انتی سولومون دیمه خام برد لیتون بی ایتا بی ایشن کیا بوستولو شیز بیاری بونگنی بتا ہوئے رچن بین یودی تای یودینا شیریف سی بابا باتا ودروس نیت کی نیمرم نو دن دیت بیب تک روی جن نوسترونوس انان نیشن رو بین وانسی و نیدی نیکون دیب سیلیو انو قدی تیرو سابن سیتن دوی چالب جن کولین دوی بیرستو زیری اگن دیب کنی نو بین آنی برخی نوی رین کدار نیشتن نای کنی یلی سون کنی یلی سون کیری ارو کسون امین اسمو ایروی اسمو ایروی استیم تل ليترأف الله علينا وباركنا وزور وقع علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات لا ترفع عنا في كل حين. وآلية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريان. أمين بخريستوس بنوتي أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على زي الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون ومع معكم. ومع روحك أيضاً.